صباحكم مبروك مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، بناء على طلبات كثيره ديال المستمعين الكرام اللي كنا توصلنا بها سواء من خلال المكالمات او لا حتى من خلال بعض الرسائل اللي في مواقع التواصل الاجتماعي حتى في الرقم الخاص بي انا في واتساب. فبزاف ديال الناس كانوا طالبونا بجزء ثاني من الحلقه مفتوحه رفقه الدكتور عبد الله مرتقي، طبيب متخصص في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا بك معنا. صباح النور اخت عفاف، شكرا على الاستضافه. العفو، شكرا لان كل مره كتلبي دعوتنا وتكون حاضر معنا باش تفيد المستمعين الكرام، فشكرا جزيلا. الحلقه الماضيه، لانه دائما احنا الاخر من كل شهر كيكون اسبوع خاص بالحلقات المفتوحه، كانوا بقاو ربما كنت لاحظتي معنا دكتور مرتقي، للاسف الوقت ما سعفناش وبقاو مكالمات كثيره ديال المستمعين الكرام، بقاو ايضا تساؤلات، فهاد المستمعين يعني قالوا ما يمكنش غادي نتسناو شهر اخر، لانه حنا بطبيعه الحال كتكون عندنا مواضيع اذا خصنا نتكلموا فيها ونفيدوا فيها المستمعين الكرام. فقلنا لهم استثناء احنا هنا على ودكم بطبيعه الحال، واملنا دائما يكونوا عند حسن ظنكم، غيكون جزء ثاني استثناء مع الدكتور عبد الله مرتقي في حلقه مفتوحه باش نجاوبوا على كل الاسئله. غادي نذكروا المستمعين الكرام بارقام التواصل معنا من خلال المكالمات الهاتفيه، دائما الارقام الثابته وما كتغيرش، 05 22 42 72 50 51 او 52 او 05 22 88 00 60 61 او 62. غادي نمشيو على بركه الله وندوب اول سؤال من عند حسنه. حسنه كتقول باللي هي مؤخرا تقريبا هذه المده ديال 8 شهور بالضبط دكتور عبد الله مرتقي، بان عندها البرص فقط في واحد النقطه وحده جهه الفم ديالها في الجهه الخارجيه، قالت بالضبط يعني في الجهه اللي كيكونوا فيها دوك التجاعيد التعبيريه. فهي قالت باللي الاب ديالها كان مصاب بالبرص الله يرحمه. كتسولك دابا دكتور مرتقي، هي بقات كتسنى، قالت انا اللي خلاني لحد ديال الالم مشيش عند الطبيب، كتسنى واش غيبانوا بقع اخرى. قالت هذه المده كامله فقط انطاش او طبعه وحده اللي عندها. كتسولك واش الا خضعات مثلا العلاج بالاشعه او ربما كتسول على اللازر تحديدا، واش ممكن هذه البقعه تمشي، واش ما يقدروش يبانوا يعني بقع اخرين مستقبلا؟ لا، هو من الاحسن هذه البقعه، من الاحسن يتم العلاج ديالها، ما تخليهاش حتى تزيد تكبر هذه البقعه، ولكن ما نقدروش نعرفوا باش نقولوا لها راه ما واش غيبان ولا ما غيبانش. يقدر ما يبانش، يقدر كاين حالات اللي ما تيبانش. اللي تكلمنا قلنا البرص مساله جينات، مالادي بسيكوسوماتيك، في العوامل الخارجيه، في العوامل الداخليه، بزاف العوامل، في الوراثه، ولكن ماشي غادي نقولوا كاين جواب علمي نقولها 100% راه غادي ينتشر وغادي ينوض فيك، يقدر تبقى غير هذيك لاطاش بحدها ما عمرها تنوض شي طاش اخرى، ولكن من الاحسن يتم العلاجات لاطاش ديالها باش ما تكبرش. نعم، في هذه الحاله هذه دكتور مرتقي مثلا اللي كتكون الانسان عنده طبعه وحده ديال البرص، شنو العلاجات الممكن ولا الاقتراحات اللي كتقترحوا عليه؟ أن تكون غير واحد لاطاش، غير وحده صغيره ومحدوده، كاين نعطيو غير واحد الكريمات، كريمات كاين واحد جوج كريمات علاج موضعي، علاج موضعي وراه غتزول منها 100%. اييه، غادي نمشيو هذه المره للسؤال ديال دنيا، كتقول شكرا جزيلا للبرنامج الصحه والسلامه ولكل الطاقم واختي عفاف. العفو دنيا. دنيا العمر ديالها 24 سنه دكتور عبد الله مرتقي، عندها خلل هرموني. المشكل اللي عندها دابا، قالت انا من قبل كان عندي الشعر في الوجه ديالي، تبعت مع الطبيب الحمد لله خديت اقراص تقريبا المده ديال عام ونص، الشعر ما بقاش. لاحظت مؤخرا على انه واحد النقيطات اللي كيكونوا عندنا في الاصابع ديالنا، يعني الجهه اللي كيكون فيها الشعر مثلا في اليدين عند بعض الرجال، ولات عندها نفس الحاله. قالت انا واليدين ديالي وليت كندرقهم، ما كنبغيهمش يبانوا نهائيا، كل مره كتستعمل الاله ديال الحلاقه الشعر كيبان اكثر. فكتسولك واش هذه الحاله ممكن يكون عندها يعني رجع ليها الخلل الهرموني مره اخرى؟ بالفعل يعني بالفعل يقدر الخلل الهرموني. خصنا نعرفوا واش من خلل هرموني عندها، كما شرنا لي في الحلقه السابقه، واش المشكل واش لابرولاكتينيمي هي اللي طالعه، واحد البرولاكتينيمي واحد الهرمون اللي تيفرزها واحد البلاصه في الدماغ كيكون طالع، تيكون طالع. نعم. واش عندها مشكل في ديال التبيض التكيس المبيض لي زوبيكا، واش عندها مشكل ديال الهرمون مال لا تيستوستيرون اللي عندها ماشي ايكيليبري، على حساب هذا الخلل الهرموني تتاخذ العلاج. العلاج خاصها تاخذ واحد المده طويله. أيه. باش يتم باش ما يبقاش ينوض لها الشعر. كاين حالين هذا الشعر في هذوك الصباع، دير لهم لازير. نعم. دير لي من لازير، دير العلاج ديبيلاسيون ديفينيتيف، ما بقاش ينوض لها. نعم، كاين سؤال دائما كيتطرح دكتور عبد الله مرتقي بالنسبه لهكذا الفتيات او للنساء اللي كيكون عندهم خلل هرموني وكياخذوا الادويه، كتقول لك واش الوقت اللي كنكون كنشرب الدواء ديال الخلل الهرموني نقدر ندير اللازير ما غيكونش تاثير؟
لا بالفعل من الاحسن ديرو تاخذ الدواء ديال الهرمونات. يقدروا يكونوا بزوج، كتاخذ الدواء وكدير حصص لازر. بالفعل تيعاوننا باش الشعر ما يكثرش وباش ما ديرش الحصص بزاف. واخا غادي نرجعوا كذلك ونجاوبوا على مجموعه من التساؤلات اللي كنا توصلنا بها على شكل رسائل، ولكن غادي نفتحوا كذلك باب التواصل مع المستمعين الكرام من خلال الارقام الهاتفيه، دائما هي مفتوحه وراهن اشارتكم. غادي نذكر الارقام دائما هي 05 22 47 75 51 او 52، او 05 22 88 00 60 61 او 62. غادي نمشيو باش ناخذوا في اول مكالمه معنا عائشه على الخط من مراكش. اهلا وسهلا بك عائشه. عائشه صباح الخير. اهلا وسهلا. بلا بارك الله فيك. اسمحوا لي مسالك شويه بحيث مجدي وانا ما كاينلاش عائشه، الحمد لله مع الاسره والعائله ديالك، والانسان وسط عائلته كيكون مرتاح ياك. مرحبا. باش ما طولش، هادي تقريبا مده عام كان خرجوا لي واحد الحديده في رجلي. ايه بعد يدي. ايه مشيت لافارماسي خديت اونتي فامينيك. ايه بعد عاوتاني جات لي الدواء ديال 10 هكذا في الحميل، مشيت عند غير جينيراليست. ايه زاد لي شويه لا دوز فرونتي سامينيك. انت عندك نوع ديال الحساسيه، هذا اشنو قال لك الطبيب؟ عندك الحساسيه؟ قال لي ما يمكنليش نقول لك حساسيه، او موان تدوز واحد سي سومان. ايه سمحي لي عائشه شحال في عمرك؟ 38 عام. واخا. ايه من بعد مشيت لعند درماتو، يعني خرج لي التحاليل كلشي عندي مزيان، كلشي نيجاتيف ديال الوات ديال هادي تقريبا من جوفيل. ايه يعني شنو الدواء ديالي هو الكورتيكويد وانتيسانيك. ايه بعد عاوتاني مشيت عاوتاني عند الطبيب الباطني، عاوتاني التحاليل كاملين ديال المناعه ديال الروماتيزم. ايه كلشي نيجاتيف. ايه انت الاخت عائشه، انت دابا قلتي لنا جوج ديال الحوايج، قلتي لنا كاين حبيبات يكون عندك في رجليك ويديك. دابا ماشي غير دابا كلي وليت كنتاشا كلي وكتنفخ، يعني ديزوردان في يدي في عيني فمي. ايه تتنفخي في عينيك وتتنفخ لك فمك. فمي والحمية داتي كاملة. واش قال لك عندك الحساسية الجلدية؟ ليغتيكار قال لك. ليغتيكار. ايه. ولكن شنو المصدر ديالها ما عرفتيش. درتي التحاليل ما تيما شاكاش شي حاجة تتاكل ولا تتنفخ؟ لا درت الريجيم درته، قال لك ما عندهاش علاقة بالماكلة، ديال الاليرجي ديال الماكلة. ايه. لان شنو المصدر ديالها ما عرفناش. هذه هانتي الأخت. أنا كنت تريتمون كورتيكويد. أيه. لا شوف الكورتيكويد باش قد تاخذيه طول طون على ليغتيكار هذا ما مزيانش. الكورتيكويد تنعطيوه في حالات الا كان عندنا ذاك ما يسمى بلودام دو كوين، بدا تيتنفخ لك فمك ولا الله يستر لي وقع، ولكن باش تاخذي الكورتيكويد دائما على ليغتيكار ما تبقايش، هذا خطا. سمعتي اختي، خصك تعاونينا وتعاوني الطبيب باش نعرفوا شنو تيدير لك هذا الشيء. الريجيم راني درت. لا بلاتي ماشي تديري الريجيم تحيدي داك الشيء، انت واش غديري واحد ما يسمى واحد الدفتر تيتسمى الكاي اليمونتير. الدفتر الغذائي. الدفتر الغذائي وغتقيدي فيه كاع داك الشيء اللي تتاكلي. درت دكتور درت هذا الشيء. نعم. لا ما يمكنش غيكون شي حاجه، ما يمكنش ما يكونش شي حاجه، غيكون شي حسيس. اخر زياره لي عند الطبيبه قالت لي حيدي، يعني قالت لي لابيلول. اي ممكن تكون لابيلول شي دواء، شي مرات تلقاو غير الخبز، عندنا حالات لقينا عندهم الخبز القمح تيدير لي ما داكشي. الخميره ممكن قالت لي الخميره. الخميره حتى هي شكات فيها الطبيبه. اي نعم. الخميره البلديه ولكن ما سيكتيفيكمون دابا ما بقيتش يعني بحال لاشيس خليت. نعم. لا ما طلعتيش اختي. لا العكس عائشه. شوف راه كاين حالات اكثر منك وتلقاو شي مره تلقاو شي حاجه اللي تقدر هي اللي تشكش فيها، ما تخطرش على بالها. اييه كاين حالات لقينا عندهم غير القمح هذاك. أيه. الخبز لقينا الخبز ولقينا عندهم سميتو هذا المشكل. كاين شي مره تيكون تيقول لك كي تلقاو عندهم مثلا البنان. اييه تلقاو الحرور كما الحال تلقاو عندهم الحرور غير الحار. الحار الانسان تياكل الحار ذاك الهريسه ولا شيء تدير هذه المشاكل. اذا مني تنديرو اختي التحاليل باش نحيدو اللي يكون شي مشكل ديال لانفيكسيون، اللي يكون راه درتيها التحاليل داروك الاطباء، تيكون شي مشكل ديال لا تيرويد، تيكون شي مالادي سيستيم، واحد مالادي سيستيم الامراض الباطنيه، ملي ما تلقاوش هذا الشيء هي اللي تنقولوا بان تيتسمى ليرتيكار ايديوباتيك. نعم. سمعتي، ولكن دائما راه واحد 80% العلاج راه ديال المريض هو اللي خصو يعاون راسو. نعم. راه كاين اختي شوف شي حاجه تتاكلها ملي غتنفخي تجي هذه الحاله تتسمى لا بوسي، غادي تحبسي شوفي فكري كاع لك اللي 24 ساعه
شو بيسكو الا كليتيه قيديه، قهوه الا شربتيها قيديها، وغنعاودو ثاني مره اخرى ملي غتاخذي الدواء وغنعاودو غنلقاو راه كاينه شي حاجه تتعاود في هذا الشيء اللي تتاكل. وكيقول لك الاطباء باللي المرضى يعني كيعاونوهم بزاف في هذه الحاله هذه بداك الدفتر الغذائي. يعني غير باش نوضحوا لك اكثر سيها عائشه، كاين واحد المساله بحال دابا مثلا كليتي الطاجين ما غتمشيش للدفتر الغذائي وتكتبي راه كليتي الطاجين، لا راه داك الطاجين المقومات ديالو القوام ديالو اللي دار فيه من عطريه من الزيت اللي نصبتي بها من كل شيء، يعني كتكتبي المكونات كامله، يعني هكذا باش كتساعدي الطبيب كيف ما قال الدكتور مرتقي. اي حاجه مثلا كليتي واحد الحلوه اولا كليتي اي حاجه ديري اشنو الاساس ديالها مناش مصنوعه، راه هكذا باش تعاوني راسك وحتى هكذا التشخيص ديال الطبيب يعاونك. دابا هي قالت اخر زياره للطبيبه شكات في جوج ديال الامور عندها، في حبوب منع الحمل وشكات في الخميره، هادو حتى احتمالات كاينين. غير المشكل ديال الخطا ديال الكورتيكوير والكورتيكويد، ما يمكنش نعتمدوا على الكورتيكويد. الكورتيكويد باسكو المريضه بغاتي ياخذ الكورتيكويد راه مزيان ولكن تيحبسو تيكون لي فيغو بون تيتزاد داكشي تيضاعف تتزاد الحاله. اذا حنا كاطباء اختنا مرشده اون بريفير با ما نعطوش الكورتيكويد في الدقه الاولى غير في الحالات اللي تنفخ العين ولا تيسمى لو ديم دو كويك. لا حنا مفوخ منفوخ عيني منفوخ ما كاينش غير الكورتيكويد ولي زونتي استام كاين ادويه اخرى تنعطيوها لان داك الميدياتور ديال هذيك لاسيل اللي تكون تتنفخ اللي تعطي هذا المشكل ديال الحساسيه ماشي بالفعل غيكون غير ليستامين كاين دي زوتر ميدياتور شيميك واحد الحالات اخرى تنعطيو مثلا كاين واحد الكولشيسين واحد الدول تنعطيو في هذاك الشيء بحال داك الشيء ديال لاكوت هو تيحبس واحد الماده اللي تدير هذا المشكل ديال الحساسيه تنعطيو واحد البراوه تيدكو اللي تيديروا تيكون عندهم داك الناس بحال الناس عندهم الضيقه وداك الشيء ماشي كورتيكويد واحد الماده اخرى في الحالات اللي تتكون افونسي غير هو الخطا اللي ما خصش يكون الانسان ما يبقاش راه المريض هو شي مره تيلقى الراحه في كورتيكويد وتبقى ديما ياخذ كورتيكويد راه هذا خطا. أيه. يعني فكري عائشه في الاضرار لا قدر الله على المدى البعيد والانسان حتى ملي كيكون كياخذهم مراقبه طبيه وكيطلب له الطبيب تحاليل للمراقبه ديال بعض الاعضاء يعني ضروري تاثير على الكلية تاثير على بزاف ديال الاعضاء الاخرى. الكورتيكويد راه عنده تيتسمى له تريتمون ادجيف خصك تاخذ معاه الكالسيوم خصك تاخذ معاه واحد البوتاسيوم خصك تاخذ معاه واحد لوريجيم سان سكر. اذا راه هو عنده واحد العواقب كثيره ولكن في سي با لا بروميير انديكاسيون. فنتمناو هكذا عائشه تكون وضحات عندها الصوره اكثر ونتمنوا لك الشفاء ان شاء الله عائشه. نستقبل معنا هذه المره في مكالمه اخرى معنا عائشه ثانيه ولكن هذه المره من فرنسا ومرحبا بمغاربه العالم والجاليه المغربيه المقيمه بالخارج الحمد لله دائما كيلقاو في ميد غادي الونيس ديالهم. اهلا وسهلا بك عائشه. اهلا بك اختي عفاف. مرحبا بك. صباح النور. بارك الله فيك نشكركم بزاف على برامجكم وكتونسونا في الحقيقه كتونسونا في العفو. مرحبا بك عائشه اهلا وسهلا. صباح الدكتور. صباح النور لالا. الله يخليك. عندي واحد بنيه عندها 15 عام. اييه. دونك عندها دي بوتون في وجهها قالوا لنا لاكني توتو. الصيف جاها جات سي با اون انفيكسيون مي جاها دي بوتون في عينيها. مشينا درنا بلان تريتمون في لا اون فان دو كونت حتى على ان بون بروفيسور شاف لها قال لي عندها الغوزاسي. لا غوزاسي هي. المهم دابا سافا الحمد لله سافا ميو، مي البروبليم هو قال لنا عندها الغوزاسي سافا ديغ با سولمون ديال العين مي باغتو مي الميدسان ديالها ما بغاش يعطيها تريتمون بور لي بوتون اللي في وجهها و فرونشمون قال لي ما نعطيهاش تريتمون هرمونال مي سافا ديغ ان اوتر ميدسان با البروفيسور على العين. مي لي بوتون اللي عندها دي بوسي دي فوا يمرضوها 15 سي ان بو ديليكا وما عرفتش اش ندير لها. تنفخوا لها هذوك اللي في عينيها ياك سما دي شالازيون تدير دي شالازيون. نو ميم با كانت تدير دي شالازيون هي من صغرها كانت تدير دي شالازيون مي ديغنييغمون دارت ان انفيكسيون اوريبل فرونشمون كان عندها واحد العين فريمون بقات لا في بدات تنقص لها تو تو. تيحمروا لي عينها بس المو كيحمروا لها حتى بوطو في 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 الجفن في الجفن ديال العين في الجفن ديال العين. اييه الوسط فريمون الوسط. اييه ودارت واحد الجلاله بيضاء فريمون. دابا عندها تريتمون بوغ قال لي ميكساب بوغ مينيموم 18 موا دونك مي فوالا سا فا ميو او نيفو د عينيها سا فا ميو مي البروبليم بقى لها لي بوطو اللي كانوا دولها وجهها هنا كاين الاخت عائشه هنا كاين واحد المشكل ديال دابا كاين من تتكون عندنا لا غوزاسي اوكولير ديك الورديه اللي تتوشي العين. عندنا مشكل في هذاك المشكل اللي غيتينوي تنعطي داك الدول تينشف الفم وداك الشيء ما تنقدروش نعطيه. نعم اللي تيداوي حب الشباب
اييه داك لا موليكول اللي معروف اللي لي ايزوتريتينوين اللي سنعطيوه عن طريق الفم تتنشف داك الدواء اللي كينشف الفم اييه هنا اوني بلوكي حنا حنا ولي زوفطالمو تتكون واحد 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 الرسائل بيناتنا تنقولوا لفطالمو لفطالمو اذا كيكون العامل ما بين طب العيون وطب الامراض الجلديه هنا تنخدموا بواحد لا موليكول واحد لونتيبيوتيك لي سيكلين مو باش نخدموا ناخذ واحد المده طويله ولكن ملي تيكون هذا المشكل ديال هذه الانفيكسيون خص ضروري واحد لو ترافاي مانيوال الاخت العائشه تقول بنتها تعلمها ملي اللي دير واحد تيت كومبريس ايريل ديال الماء يكون غير دافي تحاول دير واحد الماساج للعين هكذا وردريني هذيك هذوك الانفيكسيون تتكون في العين باش تخرجهم باش تخرج من برا باش ما تبقاش تعاود دير لي زانفيكسيون نعم وتنعطي واحد لو تريتمون اللي تيكون هو بواحد المداوله ما بين طبيب الجلد وطبيب ديال العيني نعم اذا تيكون العمل بيناتهم بزوج نعم تخوفات كذلك من المساله ديال الحبوب اللي بقى كيخرج ليها كل مره في الوجه ديالها هذوك لي سيكلين لي زونتيبيوتيك تنعطيو تيداوي او ميم طون الفيزاج والعين اذا راه كيخدموا لهم بزوج غير داك التريتمون الاخر داك اللي مجهد اللي فيه التحاليل ما تنقدروش نعطيو في هذه الحالات اييه نعم غادي نمشيو هذه المره من بعد عائشه من فرنسا نستقبلوا معنا مكالمه اخرى ومريم على الخط هذه المره من مدينه فاس مرحبا بك مريم الله يبارك فيك حبيبه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كي درتوا لاباس عليكم الحمد لله مريم السلام عليكم الدكتور سلام على الله يبارك فيك الله يعطيك الصحه انا عندي داك الكيس الدهني في الفروه ديال الشعر ديالي وحيدته المره الاولى ورجع لي وحيدته المره الثانيه ورجع لي ودابا تنسقسك الا خليته واش ما كاينش شي مشكل ولا شي حاجه عييت من واش عندكم هذا المشكل في العائله ولا غير انت اللي عندك لا غير انا بوحدي وعندك غير واحد ولا بزاف لا عندي غير واحد كيرجع في نفس البلاصه تيكون صغير غادي تيكبر وما تحيدش مزيان لا تحيد مزيان ما خصوش يرجع ياك غير تيتخوا تيتحل وتيتخوا لا تحيدت ليه الجلده ديالو ديك لاكابسيل ما خصوش يرجع ليك اذا خاص الاستئصال ديالو ماشي غير التفريغ ماشي غير كنخويوه ماشي خصو تحيد تكون واحد التخدير محلي وتنحيدوا ليه ديك لاكابسيل ديالو ما عمرو يرجع امبوسيبل يرجع هذا شنو السبب ديالو دكتور مرتقي لا غير هي سولتني على واش لا ما تخليش لان الا كبرتي عندنا حالات تيكبر تيبقى كبير حتى تيتفرقع تيتطرطق هذاك داك الكيس وتيتعفن وتيدير مشاكل تيمشي لواحد اون ايرجونس من حد صغير يحيدوك غير الاستئصال اللي يكون سبيسياليزي تخدير محلي وتحيد كله تحيد لاكابسول ديالو ماشي غير تخوا هذاك لو سيدي سي بون بحال لي كيس اللي تيكونوا في سميتو في الوجه تيبداو يتجمعوا شويه بشويه اذا هما دهون كيتكون تيتجمع خصو ما يكونش ان لي بوم بارفوا تيكون ان لي بوم تتكون الشحمه كاين لو لي بوم وهو والشحمه تتكون الوسط وكاين لو تيكون وسط لو سي بوم لو كيس سي فاسي نعم اذا كاين فرق بيناتهم وفي جميع الحالات خصو يتحيد كامل بلا كابسول ديالو باش ما يرجعش اييه نمشيو من بعد مريم من مدينه فاس هذه المره ناخذوا معنا لطيفه على الخط من مدينه الدار البيضاء صباح الخير لطيفه صباح النور مرحبا بك معنا الله يبارك فيك شكرا بزاف الله يخليك بغيت نسول الدكتور عندي مشكل انا في وجهي كاين بلي الغض في اللحيه ديالي غليظ اييه مشيت عند درت عند اخت هذا اختصاصيه درت عندها لا ليني غان بيسي اييه تقريبا دابا درتها في 2010 وكان حيد ليا ولاني ديغنييغمون دابا شي عامين ثلاث سنين رجع ليا وكاينو بلي الزهب غليظ وكاينو بلي تحت من الجلد أيه. وكيدير ليا مشكل نعم كاينو بلي في الحبوب وابخي كيبقاو ليطاج نعم شحال في عمرك لطيفه؟ انا عندي 43 عام اييه عندك البشره واش بيضة ولا سمرة شويه الاخت لطيفه؟ لا انا بيضة بيضة مزيان وشحال درتي للسيونس ديال لوميير بيلسي؟ درت تقريبا 10 كنت درتو لي زيسيل ديالي درتو المنطقه الحساسه ولي زيسيل ما رجعش فيهم الشعر غير المنطقه الحساسه والوجه ديالي اللي رجع ما رجعش بديك الطريقه اللي كان فيها في الاول ما عندكش شي مشكل ديال الهرمونات ولا شي حاجه؟ لا جامي تاخذي شي فانيد منع الحمل اقراص منع الحمل؟ لا ما حتى شي حاجه وعلاش مشيتي بالضبط درتي لا ليمير بيلسي ما درتيش لازر؟ حيت نصحوني بها قالوا لي لا ليمير غنتيسف حسن من اللازر داكشي علاش درتها نعم واخا يوجهك ان شاء الله دوش دابا نعرف واش نقدر نعاود ندير لازر ولا لا ميغانتيسيف ما عنديش ما يكونش ضرر اييه واخا خاصك غير دير لنا واحد التحاليل باش ما يكونش عندك مشكل في الهرمونات شنو التحاليل ديال الهرمونات؟ التحاليل ديال الهرمونات غديرهم في لو تروازيام اونتخ تروازيام ما بين النهار الثالث والخامس ديال لي غاكل ما يكون فيها لي غاكل اييه كاين واحد سته ديال الهرمونات اللي تنديرو
باش نتاكدوا بلي ما عندهاش شي خلل هرموني. اذا ما بين اليوم الثالث واليوم الخامس من الدوره الشهريه كنديروا واحد التحاليل راه معروفين على الاطباء ديال الجلد باش نتاكدوا بان ما عندهاش شي خلل. اذا كان عندها شي مشكل في هادو راه خصها ضروري تاخذ العلاج ديال الهرمونات باش يتقاد لها هذا المشكل وميم طون دير اللازر ديالها. نعم. وفحال انها لقات التحاليل مزيانه تعاود دير لي سيونس ديالها ومن الاحسن تنصحها من الاحسن دير اللازر من الاحسن باش تهنى في مره. نعم. واكيد دائما معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الصحه والسلامه على ميد غاديو. مرحبا بتساؤلاتكم دائما. غادي نمشيو نستقبلوا معنا هذه المره في مكالمه اخرى هناء على الخط من بركان هذه المره. مرحبا بك هناء. الو صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير لالا. كي داير اختي هناء؟ عساف لاباس عليك؟ الحمد لله هناء شكرا. شكرا لكل مستقبلات المكالمات والطاقم التقني كامل وشكرا على الحلقات المفتوحه. العفو مرحبا. شكرا بارك الله فيك. دكتور عفاك كان عندي واحد السؤال. انا عندي 40 سنه وعندي مشكل عندي الفراغ القدام تاع شعري بزاف. انا في الصغر ديالي ما كانش عندي الشعر خاوي كان بالعكس عندي الشعر قوي بزاف وتقريبا هذه شي 15 العام على 16 العام بدا كيخوى ليا وكنت نتبع اخصائي هذه شي دابا شي 15 العام ولكن عمره ما عطاني شي تحاليل لان ناخذ دوك لي شامبوان وداك التريتمون تاع دوك لي فيتامين داك الرشاشات ومن بعد يعني صافي وقف داك الشيء ولكن من بعد زاد لي يعني من بعد لابيلول والولادات وداك الشيء يعني ولكن كان شي خطرات يعني في الحمايه ديالي كيقوى ليا ما كيخواش. دابا اخر ولاده عندي هذه 8 سنين يعني تما صافي كناخذ لابيلول ولكن عندي داك الفراغ القدام كنت كناخذ مره الدواء يعني بحديثي من لافارماسي كنجيب داك الرشاش وداك الفيتامين ولكن ما كنداومش عليهم. انا ما كنستعملش مع مريضة المواد الطبيعيه كنبغي نديرهم ما درتهمش وكنحاول كنغسل غير في الشامبون ديال الاطفال اللي معروف. مؤخرا نصحوني واحد الفارماسيا ناخذ واحد الدواء ممكن نقول يعني لا لا الاسم التجاري لا الاسم ديالو وقيلا الاسم العلمي علمي مينكسوديل وقيلا كناخذهم. انا هنا في هذا الشرق كناخذهم مليليا ولكن ما داومتش. دابا راه عندي ولكن ما داومت ما يعني درت غير مره ولا جوج ما نقول لك يعني داوم. دابا بغيت غير نصيحه ديالك شنو نتبع اي طريق واش نتبع لها الدواء ونشوف اولا ندير. انا عمري ما درت تحاليل ما عنديش لا تيغويد عندي غير فيتامين دي ناقصه كناخذ عليها الدواء ما عنديش سكر عندي لا طونسيون كناخذ عليها الدواء من الصباح للصباح وعندي الوزن زائد. وفي العائله كاين شي واحد طاح لي الشعر؟ يعني داكشي خفيف ماشي بحال الحده ديالي انا. واش خوالك من الجناب ولا من الوسط؟ لا الوسط عندي الوسط هكا كتبان لي الجلده بيضاء ديال راسي. وضفارك عادي تيطوالو عادي؟ لا لا كلشي عندي عادي ما عنديش الشعر زائد في الدات ديالي ما عندي يعني حتى شي حاجه غير داك الفار وما كيطوالياش. ضروري الاخت هناء ما دير اختي التحاليل ضروري ما ديري التحاليل باش نقول لها انا باش نعطيوك الدواء ديال الشعر خصنا نعرفوا التشخيص واش كاين المشكل ديال الهرمونات واش الصلع الوراثي الهرموني واش المشكل ديال فقر الدم واش لا فيتامين دي واش مشكل شي مرض اخر داخلي اللي تيزاد المشكل. ضروري ما ديري التحاليل وعلى حساب التحاليل اللي غيخرجوا يتم التشخيص 100% ديال المرض اللي عندك ديال الشعر تاخذي العلاج. هو العلاج راه تيكون واحد المده طويله حتى الاقراص ديال منع الحمل تتاخذي خصها تكون الاقراص اللي ما تطيحش الشعر ديال يعني واحد النوع ديال الاقراص ديال منع الحمل اللي حبوب منع الحمل اللي ما تطيحش الزهبه. نعم. نمشيو هاد المره من بعد هناء من بركان في مكالمه اخرى غادي نمشيو باش نستقبلوا معنا السعديه على الخط من طنجه. اهلا وسهلا بك السعديه صباح الخير. الو لالا صباح الخير لالا. اهلا وسهلا. لاباس؟ الحمد لله. صباح النور لالا الله يبارك. لاباس اسيدي؟ الله يخليك. تفضلي يا سعديه. عندي بنتي تيطيح لها الشعر مره من القدام ومن الوسط. شحال السن ديالها؟ الوسط ديال راسها. نعم عندها 28 عام. طاح لها الشعر كامل ولا غير خفاف؟ لا طاح لها كان عندها الشعر قوي وقوي بزاف هذاك الشيء ولكن دابا طاح لها فاش مشات دارت التحاليل زادت عندها الغده الترقيه. هي عندها الوزن زائد شويه هي. عندها الوزن. عندها الوزن زايد. عندها الوزن زايد. ودابا واش الاخت سعدي واش ما بقاش عندها الشعر كاع ولا غير خفاف لها الشعر؟ لا لا الشعر ما بقاش لها كيبان بحال كتبان لها الجلده نتاع شعرها كيبان لها. حجبانها وشفارها تا ما طاح ولا غير؟ لا لا حجبانها ما طاحوش شفارها ما طاحوش غير الشعر ديالها صافي. وشافت شي طبيب اخصائي؟ شافت غير ديال الغده الدرقيه هما سيطة ديال الغده الدرقيه دارت التحاليل شي جبرت عندها الغده الدرقيه طالعه لها الهرمونات. الغده الدرقيه طالعه دونك طالعه. واخدها الدواء دابا ديال الغده الدرقيه. تاخذ الدواء نتاعها ونقص لها شويه التساقط ولا باقي تيطيح؟
لا لا مازال الجلده مازال باينه عليها ما رجعش لها شعرها زعما كيف ما كان بغات تشوف شي طبيب زعما ديال الشعر ولا شي قال لها حتى تكملي الدواء. لا وضفارها عاديين ولا تيتهرسوا؟ لا الضفار عادي. لا لا الضفار عادي. وانت الشعر ديالك مزيان والواليد ديالها شعره مزيان ولا تنتبه خفاف؟ لا الواليد خلاص عنده صلعان من قدام وانا شعري يلا بدا يطيح ليا سمانه باش بدا يطيح له الشعر بزاف. وهانت اختي من الاحسن تشوفي الطبيب اللي قريب لك ديال الامراض الجلديه والشعر باش يشخص لك البرد لان ماشي 28 عام وشعر خفاف. واخا مع مشكل الغده الدرقيه. واخا مع مشكل الغده الدرقيه خص الغده الدرقيه الا كانت هي اللي طيحات الشعر ان فوا تبدا تيكليبر الشعر تيبدا ينوض كيرجع تيرجع لانك تاخذ دابا الدواء تاخذ الدواء. اذا كان ما تينوضش لها الشعر واخا تاخذ دواء راه كاين مشكل اخر اللي مع هذا المشكل ديال الغده الدرقيه. نعم نمشيو هذه المره من بعد سعديه من طنجه في مكالمه اخرى غادي نستقبلوا معنا هذه المره احمد على الخط من اكادير. صباح الخير احمد اهلا وسهلا. الكريم مرحبا بك. مساء عليك كيداير الدكتور اللي معاك؟ الحمد لله اهلا وسهلا. كنشكركم كنشكر اذاعه ميد راديو اللي كتشكرنا بزاف. العفو مرحبا. مرحبا بغيت نشكر نسول الدكتور الكريم عندي شي واحد جوج ديال صغير ولا فوجي واش كاين شي مواد طبيعيه مثلا نديرهم ولا ضروري نمشي عند اختصاصي؟ عندك التلال صغير ذاك الكحل؟ لا كيبان ديال شويه واحد جوج عندي واحد حداني في واحد في الجنب حدا عينيا. كان صغير غادا تطوال شويه شويه. لا ما شوف من الاحسن ما ديرش المواد الطبيعيه ولا دير داك البرودوي ديال التلال راه يخليك لا سيكاتريس غتمشي تكحل لك البلاصه تما. شوف الطبيب راه داكشي بسيط وغير مكلف واحد التخدير محلي واحد باللازير وصافي تيزول داكشي لا سيكاتريس. من الاحسن تيزولها باللازير من الاحسن. نعم باش ما تخليش الاثار. بغيت نشارك معكم بالنسبه لك الاخوات اللي قالوا لك كيطيح لهم شعرهم الناس ما بقاوش كيغسلوا بالغسل الطبيعي. انا كان عندي هذه المشكله كنغسل بالغسل الطبيعي الحمد لله تحسنا الامور. نعم تبارك الله عليك يا احمد. اليوم مواد كيماويه كنشكركم بزاف. العفو العفو شكرا لك احمد تواصلتي معنا من اكادير شكرا جزيلا. وصراحه العادات ديال الغسيل بالنسبه للشعر كنا تكلمنا وخدينا الراي ديال الدكتور عبد الله مرتقي بما انه متخصص في الامراض الجلديه والشعر والاظافير وتكلمنا على عادات الصحيه اللي خاصها تكون. وكذلك مشكور الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو اخصائي في العلاج بالمواد الطبيعيه كان تكلم كذلك من ضمن النقاط هذه المساله ديال الغسول ربما عادات اللي كانت زمان جميله جدا وكانت كيبانوا النتائج ديالها ولكن للاسف ما بقاتش كيف ما كانت زمان. غادي نمشيو هذه المره ناخذ معنا مكالمه اخرى. ليلى على الخط من مدينه الدار البيضاء مرحبا بك ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير دكتور. صباح النور يا ليلى. لاباس الحمد لله. مبروك عليكم سميتو هذا المهم. انا شويه موتره اختي. لا ما كيلاش ليلى ما كيلاش انت مع الاسره والعائله ديالك. شكرا لك ليلى مرحبا. متشكره مدير راديو. نقول لك دكتور عندي مشكل ديال التونيه في شعري تيقولوا لي الناس عندك التونيه في شعرك. نعم. عندي دابا التونيه ديك بحال الفطريه بحال شعري كيمشي بقاعات. بقاع عندك؟ البقاع تطيح لي من هنا يا كان كتفرى شويه هنا كينوض الشعر شويه في الوسط. نعم ليلى للاسف انقطع معها الاتصال كتشير لي وفاء معي في الاخراج انه انقطع الاتصال مع ليلى. هي تكلمات على التونيا. التونيا خصها غير ما تكونش التونيا تاعت عادي ما يكونش هذاك ما يسمى بلاتاني. اذا لان شحال من واحد تيجي لعندنا العياده تيقول عندي التونيا. كاين اللي تلقى عنده التونيا بلاتاني واحد الميكروب واحد الجرثومه اللي تجي من الحيوانات اللي تبقى تنتقل وتتهرس الشعر. نعم هذه اللي كنعرفوها حنا تنقلبوا بواحد لاباري وتنديروا واحد الحليب. تكون مثلا في الكلاب تقدر تكون في القطط في القطط تكون في القنية تكون في سميتو وتبدا تنتقل ومعديه. وكاين الاخرى اللي تسميوها التونيا وهي التعلابه. راه هي تيجيو الناس يقولك عندي التونيا تلقى هي غير التعلابه اللي تكون اللي هي اوستريس دير تاعها اللي ما عندها غير اللي هي اوستريس. نعم جميع الحالات راه كاين العلاج. اذا نسال الاخت ليلى تشوف طبيب الاخصائي في امراض الجلد وتاخذ الدواء ديالها. نعم من بعد ليلى هذه المره غادي نمشيو نستقبلوا معنا مكالمه اخرى. خديجه على الخط هذه المره اهلا وسهلا بك خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله خديجه. دايره لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا بك. كنهنئكم على الصداره وكنشكركم على هذا البرنامج اللي كنستافدوا بوفائكم وبمحبتكم على خديجه اهلا وسهلا. دكتور مرتقي. شكرا لله العفو والسلام. الله يجازيك بخير اختي. عندي واحد البنت عندها 20 عام فيها واحد الطاج ديال البرص. نعم. ومده شي 12 عام هذه هو فيها. وهذيك الطاش ماشي كبيره بزاف وجهها حدا الفم واحد شويه صغيره في العنق ديالها.
وتبعنا عند اختصاصيين ديال الجلد اللي معروفين وعطاونا له التريتمون واحد لي كريم كيجيو من على برا ودرنا بدات النتيجه كتبان في الاول ديال التريتمون ولكن من بعد ما كاين حتى نتيجه كلشي كيرجع كيف ما كان في الاول درجات دارت الاعشاب ما خلينا راك عارفه البنات نعم. ديال العشرين عام راه ما تقبلش شي حاجه اللي تكون في وجهها فعلا اي حاجه كتقيس الشكل والمظهر ديالها ما كتقبلهاش هذاك الشيء اللي كاين اختي وبغيت نعرف لا واش اللازر دابا هي ولات كتشوف قالت لك الحل الوحيد هو اللازر واش ممكن يعالج ليها هذا الطعش نعم واخا اختي بالنسبه للطاش ما بانت فيها شحال كان عندها في السن ديالها ملي بانت فيها لطاش كانت عندها شي 9 سنين اكثر من 10 سنين ولا 11 عام شي 9 سنين وهذا كانت صغيره مؤخرا شي عام هذه ولا عام ونص عاد بدات كتزاد في الحجم نعم وفي العائله حتى واحد ما عنده مشكل ديال البراز لا شي حد اللي قريب درت ولا التحاليل عدد الاخصائيين دارت تحاليل تبعت الدواء اللي كيتشرب لي كريم كلشي لي تريتمون اللي كيعطيونهم لدرجه تبدلنا الطبيب زعما ربعها باش تقتنع هي ومع ذلك والو ما كاين حتى شي نتيجه وعندها غير في الوجه ديالها ما عندهاش شي بلاصه اخرى الاخت خديجه لا عندها تطاش في الوجه وشويه في العنق ديالها ومتدير لها الدواء بدات تتبهات شويه بدات يرجع اللون ولا اول تريتمون كان شويه بدا كيرجع اللور ومن بعد ما ملي كتبدا دير دوك لي كريم كيبداو ديك البلاصه اللي فيها ملي كيبدا يرجع ليه اللون كيبدا يخرج له واحد الحبوب اللي مقيح في ديك البلاصه اي مع لا كريم ديك لا كريم تدير دير لها داكشي هذاك الحبوب ملي كتقطع باش يحيد الحبوب كيرجع الطاش كيف ما كان في الاول دابا هي بقات تقول لك لا انا الحل الوحيد ما بقات تبغى دير حتى حاجه الحل الوحيد هو ان ندير اللازر وهذاك الشيء بغات نعرف واش فعلا كيفيد هذا اللازر انت اختي بالنسبه دابا للدراسات الحديثه باش كاين شي لازر اللي تيداوي داك الشيء 100% راه مازال ما كاينش نعم نعرفوا هذه ديال اللازر كاين دوك الاشياء اللي تنديروا لي لا تي ال 01 سون دي لي يو في بي اشياء ديال الشمس الصناعيه تنقدروا نديروا في واحد بعض الحالات مي لو لازر شي دراسه اللي تنديروا واحد لا لونغور دوند اللي نقولوا راه تيعالجنا لهاد البراز 100% راه مازال ما كاينش كاين واحد لازر بيغمونتير غير تي بحال تي تيضرق هذيك لاطاش ماشي لازر علاجي 100% افيك دراسات ودي زيتود كونفيرمي راه مازال ما كاينش بالنسبه للبراز هو كثرنا ليه شحال مره اول خص المريض يعرف كيفاش يتعامل معاه هذيك لاطاش لا بي ملي تولي بيضاء ملي تترجع التلون ترجع من لا بيريفيري من الجناب ديال اللي مازال ما مريضش اذا خص الانسان يحافظ على ديك البشره ديالو ما يبقاش يقوي لها الحكان ما يدير شي حاجه مزيره ما يدير شي كريم يدير لي شي غيطاسيون ولا شي حاجه ويتبع مع الطبيب ديالو الحمد لله دابا راه كاين ادويه اللي تعطي اللون الا كانت غير واحد لاطاش اللي صغيره وما تزادش ولا وليميتي راه بالادويه يرجع اللون غير هو راه العلاج تيكون طويل شويه الانسان ما يتناش راه ماشي انفيكسيون غيدير واحد لونتي بيوتيك سيمانه ويولي مزيان راه تمشي على الاقل واحد 3 شهور 6 شهور ديال العلاج نعم غادي نمشيو هاد المره نستقبلوا معنا مكالمه اخرى ناخذوا معنا فاطمه على الخط من بوعرفه مرحبا بك فاطمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه كي داير اختي عفاف الحمد لله مرحبا بناس بوعرفه لاباس بارك الله فيك دار دكتور لاباس الله يبارك فيك انا اخويا المشكل اللي عندي انا دكتور عفاف عندي واحد ليطاس في الجلد ديالي عندي واحد 3 ليطاس ومني مشيت للطبيب قال لي انه هذا بقع ديال الشمس ماشي براس ما بويض قلت لي طاس وحده خرجت لي في الكرش عندي واحد الخاله كحله أيه؟ وقع غير صغيره نعم. والاخرى اللي عندي في الابط خرجت لي واحد بحال حبه هكا ومن بعد رجعت غير نقطه بحال بحال هكا وخرجت لي ورجعت بيضه هذه مده عام ويعني واخا مشيت للطبيب ما قدرتش ندير داك الدواء بقى الناس كيقول لي براس ملي مشيت للطبيب دار لي تحليلات قال لي ما عندي حتى شي حاجه قال لي هذا بقع ديال الشمس وعندي ليطاش بويض هكا في ليطاش كحل الكرش ديالي بغيت نعرف واش هذا براس ولا ديال الشمس هذا سمحي اختي غير نسولك واحد السؤال بالنسبه قلتي كانت عندك شي خاله ياك عندك خاله هذيك الخاله بدات تبيض بدات تتكال بدات تبيض بيض فوقها جاني البيض هي بقات هي خاله باقيه ولكن رجعت بيضه دابا الجناب ديالها بدات الجناب ديالها بدات تبيض بدات تتكال وقلبت قلبك طبيب في واحد لا شومبر نوار شي بلاصه دخلك فيها الظلام ودير واحد لاباري بحال زرقاء لا لا شوف اختي شوف اختي المهم سمحي لي مني تتكون الخاله وتتبدا بجنابها تبدا تبيض تبدا تتنقص ديك الخاله غالبا هذا تيسمى فرنساوي تنسميه واحد لو فينومين دو سيتون وهو هذاك تيكون براس انا قلت لك انا دابا انا ما شفتكش باش نفحصك 100% ولكن انا مشيت لك ديريكتومون للخاله الا كانت الخاله والجناب ديالها بدا تيبياض بان لك راه بدا تيبياض
هذا راه كاين واحد المعلومه واحد السين علمي تيتسمى بالفرنسويه فينومين دو سيتون، يعني هذا راه هو من العلامات اللي تنقلبوا عليهم باش نكونفيرميو راه برص، ولكن ضروري ما تقلبي في واحد لا شومبر نوار وتندير واحد لاباراي تعطي واحد اللون ازرق تسمى فرنسوي سميتها لا ليمير دو وود، وتتبين لنا هي 100% هي باش تفرق لينا بين راهم ليطاش ديال الشمس ولا البراص. نعم، اذا ضروري ما خصها تخضع لهذا الفحص هذا. هذا الفحص ومني تنشوفوا تتكون خاله، راه كاين بعض الخالات اللي المريض تيجي عندك فيه الخاله وتقول ما بقاتش تكالت هذيك الخاله. اييه. دونك هذا تيتسمى واحد سميتو الفينومين دو سيتون، هذا راه تيكونفيرمي 200% بان راه البراص. واخا، من بعد فاطمه من بوعرفه هذه المره غادي نمشوا باش نستقبلوا معنا مكالمه اخرى. فاطمه على الخط من سلا، اهلا وسهلا بك فاطمه. السلام، كيدايره في عزاز؟ الحمد لله فاطمه. الحمد لله، مرحبا. عطاك بغيت نتواصل مع. اييه واخا. عندي شي حبوب في الرجليه تنحكو بالليل بزاف. اها. وما عرفتش المهم لقيت اللي تيسخن ليا الرجليه تنحك وديك الحبوب غادي وتيطلع ليا. في رجل وحده ولا بجوج رجلين؟ لا غير رجل وحده. غير وحده. ما تيتقشرش؟ لا بعض المرات شويه ديال غير رجل وحده اللي فيها. اه. وضفارك الا فيهم شي مشكل صفار ولا تيتقشروا ولا؟ لا ما تيتقصروش غير داك الحبوب المهم في الليل تيكون بزاف تيطلع داك الحبوب. وغادي وتينتشر تيطلع لك مع رجليك؟ غادي وتيطلع. الرجل الاخرى ما فيها والو، يديك ما فيه والو، شعرك شعرك ما تيدير لا قشره لا والو؟ لا غير ديك المرافق ديالك ما فيهم والو؟ لا لا. وشفتي الطبيب؟ ما شفتيش الطبيب؟ لا. هذا في غالب الاحيان غيكون عندك واحد الشامبينيون هو اللي تيدير لك هذاك الشيء. غاتاخذي شي كخيم ديال الشامبينيون وراه ان شاء الله غتولي مزيان، لان الامراض الاخرى كما شرحت لك راه تكون سيميتريك، تكون في هذه الجهه وفي هذه الجهه، لا الكزيما لا الصدفيه لا لوليكان، فغالب الاحيان تيكونوا سيميتريك. نعم. الله يسلمك. العفو فاطمه، شكرا لك تواصلتي معنا من سلا. ناخذ معنا هذه المره فدوى على الخط كذلك من سلا. مرحبا بك فدوى. فدوى رجاء رجاء طالب صغير الا جات على خاطرك بعدي على الراديو سمعينا من تليفون فدوى، مرحبا بك. تفضلي فدوى. للاسف انقطع معها الاتصال بمره فدوى، نتمنوا يحالف الحد مره اخرى. امل على الخط هذه المره من مدينه مراكش، صباح الخير امل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير، كي دايره؟ يا صباح الانوار، الحمد لله امل. عافاك بنت الدكتور. اييه. كنت واحد البنية عندها 10 سنين ياك. نعم. وخرجت واحد الشباب. نعم. ياك ودابا مشيت عند بزاف تاع الاطباء، اش عطاها غير صابون ليكيد وعطاها ديز بوماد وليكخون. وهذاك الحبوب باقي كيبان. مشيت عند اطباء اخرين بداو يخرجوا لها الدواء تشابون. ومعاه هي ما تكذبش تشاف لي الدواء هذا وبزاف بزاف شرباته، من بعد شرباته النهار قطعاته ويتهيج لها الحبوب بحال لا يلاه كثر لها ولا لا في ظهرها في وجهها في كتافها. وما عرفتش دابا شنو ندير لها، واش نسد عليها عند الاطباء اللي كيعطوا غير لي لي بوماد وليكخون ولا ناخذ لها. حرت والله الا حرت، ودابا بانت لي بني بدات تتعقد شويه من كلشي بني الحبيبات. اييه دابا الظهر والكتاف والوجه وما عرفت غادي تي كثار. عندها دابا في الظهر وفي الكتاف وفي الوجه. اييه في الوجه ويلا عندها 10 سنين. نعم. والله ما عرفت شنو ندير لها. شحال شحال الوزن ديالها؟ عندها الوزن لا؟ لا لا ما عندهاش الوزن. سمحي لي اييه تفضل دكتور. تاكل داك الشيء ديال الزبده الشوكولات الفرماج البيض؟ لا 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 تاكلوش. غير خميره بالبيض والزبيده طبيعيه، ما عندهاش ما عندهاش الصناعي ما كتاكلو دا اصلا من صغرها. نعم. وحنا عندنا في الوراثه حد الشباب عندنا واش العامل الوراثي تيلعب دور بالفعل. نعم. وجات العاده الشهريه ولا مازال؟ بلغات البنيته ولا مازال؟ لا باقي مازال. ومن الاحسن تاخذ الحبوب عن طريق الفم، واحد لي زونتيبيوتيك ديال اللي سنعطيهم على حب الشباب. ودير لي دو واخا، لان ربما هنا كيتطرح سؤال عن بزاف ديال الامهات والاباء وكيكون نوعا ما تخوف كنحسوا به دكتور عبد الله مرتقي، هو انه البنيته كتكون مازال ما بلغاتش، كتقول لك واش تقدر تبدا العلاج ديال حب الشباب وهي مازال ما بلغاتش، واش ما غياثرش مستقبلا؟ نو ما غاديش نعطيو داك لو تريتمون والمجهد اللي تينشف وداك الشيء. مازال صغيره تاخذ مثلا البنيته اللي هي بلغات. اييه. نو كاين هذاك هاد لي زونتيبيوتيك سنعطيهم مع خاص بالاطفال. خاص بالاطفال ابارتيغ دو 8 طون من 8 سنين تقدر نعطيو هاد الادويه هاد. واخا عندها 10 سنين غتاخذ هادو سون دي زونتيبيوتيك اون ميم طون تيلعبوا على حب الشباب. أيه. ودير لي بجوج تاسوسي بجوج، تاخذ هاد لي زونتيبيوتيك ديال حب الشباب مع مع التريتمون لوكال مع الدواء المحلي. نعم. والكريمات وداك الشيء راه تولي مزيان. إذا كان لاكني تيبدا يخلي لي سيكاتريز وداك الشيء خاص ضروري ما تاخذ العلاج. لان بون باش غتبلغ توصل 14 عام ماشي غيبقى وجهها كاع كلهم تراسيو فيه لي سيكاتريز. أيه. من الاحسن تاخذ العلاج عن طريق الفم والدواء المحلي. موضوع
نعم، غادي نمشيو مرة المجموعة ديال الأسئلة اللي سبق وكنا توصلنا بها والتساؤلات كتسنى الإجابات ديالك دكتور عبد الله مرتقي. السؤال من عند فاطمة الزهرة من تطوان، تتقول أنا تقريبا هذه المدة ديال 3 سنين كنت تعرضت لواحد الحبوبة وقعت لي كانت جاتها تحت الإبط، إبط واحد كان جات واحد الحبوبة، في الأول كانت حبة صغيرة وقاصحة، من بعد بدات كتكبر، قالت أنها تخوفات مشات لعند طبيب ديال الأمراض الجلدية، اقترح عليها على أنها ما تخوفش وفقط غادي يزولها ليها، عمل واحد البنج تخدير موضعي، وقالت فعلا انه خوالها داك الحبوبه، وقال لها انها جاتها ربما من شي صدمه نفسيه او شي حاله اللي كانت تعرضات ليها. المشكل اللي وقع ليها دابا هو ولات كتحس بالالام في ديك البلاصه، هي قالت الوقت اللي حيد لي هذيك الحبوبه بما انها كانت كبيره الحجم ديالها خلات بحال الثقوب، ولات كتحس مؤخرا بالالام في هذيك البلاصه، فكتسولك واش هي حاله عاديه بما انه كاين ديك الثقوب كتبان، او لا خصها ضروري تمشي مثلا عند طبيبه ديال النساء والتوليد، او لا شنو بالضبط هي، ربما كاين تخوف. حنا حسينا بفاطمه الزهراء شكات مثلا لا قدر الله في سرطان الثدي او لا. لا، الا كان عندها غير الالام، ما كاين بقات الحبوبه لا والسيسه لا والو، ما تحس والو، تقدر تكون عندها غير شي زغبه لداخل، تتكون ما يسمى بالبوال انكار، يعني واحد الزغبه بقات داخله لا تسمى وتعطي هذاك الالام. نعم، ولكن الا كانت تدوز يديها وتتحس راه عندها شي حاجه قاصحه مثلا، ولا مثلا شي حبه عدسه، ولا بحال حمصه، ولا شي حاجه تتلعب تحت يديها، من الاحسن تشوف طبيبه ديال النساء. ايوا، فنتمنوا ان شاء الله فاطمه الزهراء من تطوان لان كانت بعثات بالسؤال ديالها اكثر من مره، فنتمنوا تكوني سمعتي الاجابه في الحلقه ديال اليوم وتطمئني ان شاء الله. نمشيو لسؤال اخر كذلك هذه المره من عند ام نزار، كتقول شكرا للبرنامج ديالكم اللي كله نصائح وفائده. العفو ام نزار، كتقول الله يخليكم، انا بغيت نسول على واحد الحبه وكذلك اللي طبعا حداها جات الولد ديالي اللي في العمر ديالو دابا 7 سنين ونص من البيسين. هي قالت لحظاتها باللي الولد كان جا رجع من البيسين بدا كيحك في ديك البلاصه جاتو في الوجه، من بعد كانت طاش ولات حبه، دابا حبه زائد طاش، فكتسولك واش غادي تمشي مع الوقت او لا هذاك شي ميكروب ولا شي حاجه اللي كان خداه من البيسين. لا، خصنا نشوفوا شنو هي الحبه بعدا، واش تولاله، واش هي قالت حبه حمراء بحال الحبوبه وفيها طاش بيضاء. لا، دارو من الاحسن تشوف طبيب الاخصائي في امراض الجلد. نعم، نشوفوا باش نعرفوا شنو النوع ديال هذه الحبوبه هذه. كان من ضمن التساؤلات الدكتور مرتقي اللي توصلنا بها، بزاف ديال الامهات مازال كتقول لك بانوا ديطاش عند الوليدات في الصيف وباقي لحد الان، واش مساله عاديه؟ وكيتكلموا الامهات كذلك على البرونزاج، كتقول لك انا ولدي فعلا راه كان سمار في الصيف حاله عاديه لانه كان كيمشي للبحر، ولكن السموريه دابا حنا في شهر 11 ومازال فيه. بالفعل واش هذه مساله عاديه؟ لا، هذوك الناس اللي وقت يبقاو في هذوك لي طاش بيضين ولا تكون عندهم مشكل في اللون، أيه، عندهم لابو ناشفه، الجلد ديالهم تيكون ناشف، وما تيديروش ليكخون ديال الشمس. نعم، ما تيحموش الشمس، وتيغسلوا بشي صابون تيزيد ينشف لهم اللحم ديالهم. كنصيحه لهاد الناس خاصه تيمشيو لابيسين وداك الشيء، يديروا واحد لو جيل باش تيبقاو يغسلوا، يكون طبي، يكون ان جيل سيوغرا، ويديروا واحد الكريم مرطيبه يديرها ثلاث مرات ثلاثه في النهار، ومني سالي لابيسين ولا البحر ديالو في الليل من بين عاود يديرها، خاصه بعد الوجه سميتو العنقول بلايص اللي كيلو ديرونج، وما ينساش انه يدير ليكخون ديال الشمس، اللي يكون تيمشي مع البشره ديالو. نعم، هدى السؤال ديالها الدكتور مرتقي قالت باللي وحنا غادي نرجعوا مازال العطله، قالت انهم كانوا في عطله ولكن للاسف الفرحه ديال العطله ما كملاتش، كانوا جابوا هي والوليدات ديالها والزوج ديالها العدوى ديال الحكه. هي قالت باللي كانت ربما شكات في شي اوتيل كانوا مشاو ليه هادشي خارج المغرب، وكانوا تعرضوا لهذا المشكل ديال الحكه، وقالت انه رجعنا بها للمغرب. دابا مشاو عند الطبيب اعطاهم ربما، قالت هي تكلمت على واحد المحلول اللي كيتخلط مع الماء، وطلب منهم الطبيب على انه العائله كامله اللي في الدار يغسلوا به. قالت لي راه دكتور مرتقي يقدر يعرفوا، هو الريحه ديالو بحال الكبريت. المشكل انه هدى قالت ما قدراتش عليه، الوقت اللي عملاته غير حلات هذيك القرعه طلعت مع هذيك الريحه ديال الكبريت، وكانت يعني تصابت بواحد الحكه في الانف ديالها، من بعد يعني قالت العينين ديالها ولاو كيسيلوا بالدموع، فقالت الله يخليك دكتور مرتقي واش كاين ادويه اخرى من غير هذا المحلول بالنسبه للحكه؟ هي قالت وليداتها والزوج ديالها استعملوه ولكن هي ما قدراتش، وخافت انها ترجع تعادي الزوج ديالها وليداتها بالحكه. بالفعل، اذا بالنسبه تكون هذا ما يسمى بالحكه ولا الجربه ولا شحال اللي كانت تسميه امل حياتي، اييه، هذه خص يكون العلاج ديال العائله كلها. من الاسماء القديمه ديال امل حياتي. الحكايه كتقول دكتور مرتقي على سبيل المزاح مع المستمعين انه ربما ملي كان داك بانت الحكه وكانت يعني منتشره بزاف، كانت ربما تزامنات مع اغنيه لام كلثوم كوكب الشرقي وامل حياتي، فسموا هذاك المرض بالاغنيه ديال كوكب. بالفعل، الله يسمح لهم.
اذا ضروري ما خص الزوجه هي دير العلاج، تخدم العلاج ديال الزوج الزوجه الدواء ديال الكبد. كاين ادويه، كاين واحد الرشاجه تاخذها، واحد الرشاجه تاخذها اللي هي تدير ما فيها لا ريحه لا ريحه لا والو، تديرها تدوز على الحمى كامل، تخلى واحد حتى هي 24 ساعه وتعاود تعاودها ثاني ثلاث ايام متابعه حتى النهار الرابع اللي تعوم. نعم، وكيبقى السؤال مثلا دكتور مرتقي، لانه كاين الناس مثلا كيتخوفوا كيسمعوا العائله راه فيهم الحبه او لا، كيقول لك ومن الاحسن ما يمشوش عندهم دابا او لا، باش نحميو ربما حتى الناس اللي كيجيو عندنا للدار او لا، ربما حتى الفراش ديالنا اللباس ديالنا اللي غنعاودوا نلبسوه، واش هادشي ما كيكونش منه تخوف انه ترجع الحكه من اول وجديد؟ لا دابا مني اشنو دابا العلاج ديال الحكه، مني الانسان تيدير اللحمود ديالو تيدير داك التيام تابعه، يشد حوايج اللي كان لابس والفراش اللي كان تينعس فيه والمخاد وكل شيء، وتيديرهم في واحد الميكا وتيديرهم واحد الرشاشه اخرى سبيسيال ديال باش تموت، ديال الشاشه ديال الحوايج وديال الفراش، سبيسيال ديال الحوايج تيخلي واحد 24 ساعه يسد عليهم، يسد عليهم في ديك الميكا هي اللي عاود يصبنهم ثاني. دونك الله يحسن عوان الزوجه ولا داك اللي في البيت، تكون عندهم واحد التمارين كثيره. ايوه ولكن راه خاصها دير هاد الاجراءات، راه ضروريه بالفعل. لما داويناش الحوايج راه كتبقى ترجع لهم، ترجع لهم ثاني، تبقى شي 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 عادي شي. نعم. وماشي الانسان اللي فيه في الحكه ولا كنبعدوا منه ما نسلموا عليه ما والو، هي ترجع عن طريق الاحتكاك كما قلتي في الفراش وداك الشيء. الفوطه مثلا تقدر تعادي بالفعل، فوطه لمسك بها الواحد وداك الشيء او حتى الفراش. نعم، اذا هدى هاد الاجراءات اللي تكلم عليها دكتور عبد الله مرتقي راه ضروريه، يعني الفراش كيف ما قال الحوايج اللي كنتوا لابسين ضروري حتى هما خصهم نعملوا لهم داك المحلول، نسدوا عليهم 24 ساعه ويتصبنوا. نعم. اوكي، راه حتى الانسان اللي كاين ما تيقدش على الرشاشه تكون عنده لازم ولا عنده شي مشكل، كاين ادويه عن طريق الفم تتباع، وكيمكنش في المغرب كاين واحد الفاني الفاني تيتباع في فرنسا رخيص، لا تاخذوا واحد لاكيو تعطيو 200 ميكروغرام كيلو تياخذوا ياخذوا مره واحده وتعاودوا على 15 يوم ولا تتموت الجرثومه. اييه، غنشكرك بزاف على كل هذه النصائح وكذلك على الاجوبه ديالك لكل المستمعين الكرام. دكتور عبد الله مرتقي، طبيب متخصص في الامراض الجلديه الشعر والاظافر، شكرا جزيلا لك، شكرا مره اخرى. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وغدا باذن الله غادي يكون موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. وما تنساوش انه الموعد ديال غدا غادي يكون رفقه الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب متخصص في الطب الباطني وطب المسنين. لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون، شكرا لوفاء فائز هوندا كانت معي في الإخراج، وسميحة عشوبي مشكورة كانت استقبال مكالماتكم. أوقات طيبة وممتعة قدوها دائما رفقة برامج الإذاعة القريبة منكم من راديو. إلى اللقاء.